أنا إزميرالدا رضوان سيلز في LMD Landmark Development. إحنا عندنا مشروع جديد اسمه ستيت. المشروع ده على 550 فدان. مكانه في مدخل التجمع الخامس من عند الرحاب. الأرض اللي هي قدام الرحاب من أول باب 16 لغاية باب 20 من طريق السويس ومن الرحاب. المشروع 70% منه سكني، 30% منه تجاري إداري. عندنا مساحات مختلفة من الفيلل، تاون هاوس، توين هاوسز وستاند الونز بكل الأحجام بتاعتها. بنبتدي ستارتنج مساحات من 240 متر مباني مش أرض، وبنوصل لغاية 680 متر. بنبتدي 9 مليون المساحة الصغيرة اللي هي التاون هاوس. التاون هاوس الكورنر بنبتدي تقريبا من 10800، التوين هاوس بنبتدي من 13، والستاند الونز بنبتدي من 15.5. الواجهات كلها من بره متشطبة طبعا، كل الحاجات الكومن متشطبه، انما الداخلي طوب احمر. احنا حاليا لسه بادئين البري لونش. احنا البري لونش حاليا في مرحله الاي او ايز او مرحله الحجوزات، وبعد كده بنتكلم في فرينج اسبوعين ثلاثه وهنبتدي ان شاء الله نمضي الناس العقود. السيلز اوفيس بتاعنا الاساسي جوه مشروع واحد شارع 90، مشروع 190، هو الشوروم الاساسيه.